السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا دايما بخير. موقف الصلاة في مصر، الأربعاء 7 يونيو 2023، 18 ذو القعدة 1444، فضلا من حمى تكرم اخواتي واصدقائي. اتمنى تدعموني باشتراك ولا يجزاكم الله عني خيرا. موقف الصلاة على القاهرة بإذن الله 7 يونيو 2023، نستعرضها حالا مع بعض. يؤذن الفجر بإذن الله تعالى على مدينة القاهرة في تمام 4:09، تشرق شمس القاهرة في 5:53. الظهر بإذن الله يؤذن في 10:54. العصر على مدينة القاهرة في تمام 4:30. المغرب في تمام 7:54. أما العشاء فتؤذن في 9:27. صلوا على الحبيب المصطفى صلاة دائمة قائمة إلى يوم نلقى وجه رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا نور عيني وحبة قلبي وتاج رأسي سيدي ومولاي رسول الله. أشكركم دائما وجودكم في قناتي شرف كبير لي. ربنا يسعد قلوبكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.